السلام عليكم، أهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل ملحق كتاب جيم سنة تانية ثانوي. هنحل تيست 7 و8 من صفحة 203 لصفحة 208. انتظرونا. صفحة 203، تيست رقم 7، أول 4 جمل في 5 اختيارات. بنختار 2. 1. Every organization، يعني كل منظمة، كل شركة، with computer links، عندها ايه بقى؟ روابط على الحاسب الآلي، نقط the internet، الروابط ديت ايه؟ متصلة بالنت يعني. must employ، لابد ان هي توظف اللي ايه؟ المبرمجين الخاصين بيها. يبقى links هنا هتاخد ايه؟ حرف الجر to، وكمان ايه؟ with. 2. نور الشربيني is currently، نور الشربيني دي لاعبة سكواش مصرية، حاليا ايه؟ نقط to be number 1 فيميل سكواش بلاير، تعتبر ايه بقى؟ اللاعبة رقم 1 ايه في العالم يعني، يبقى considered تعتبر وregarded. 3. مستر رضا decided to، مستر رضا قرر ان، نقط a course في اللغة الإيطالية، يبقى ياخد course take او do. as he is planning، لأنه بيخطط انه ايه؟ to study، يدرس في جامعة إيطالية. 4. children find endless pleasure، الأطفال يجدوا ايه؟ لذة، متعة ايه؟ لا تنتهي، and fun، ومرح، in playing with water، هما ايه؟ بيلعبوا بالمية وكده. the antonyms، المضاد لكلمة pleasure بمعنى لذة أو متعة، sadness، حزن، وسرور. رقم 5، من أول 5 للآخر بقى هنختار إجابة واحدة. people complained، الناس اشتكت، that rubbish lay in، يعني اللي هي القمامة، الموضوع ايه؟ على هيئة ايه بقى؟ على هيئة أكوام، موضوع في أكوام كده، يبقى piles. في الشوارع مالها؟ في الشارع، and this was collected at once، وتم تجميعها بقى ايه في الحال. دي معناها حطام، ودي حفر. رقم 6، the famous تنس بلاير، لاعبة التنس الشهيرة فينس ويليامز، وانفازت بإيه؟ several important single، ألقاب فردية، ألقاب يبقى titles. before retiring، قبل إيه؟ ما تعتزل. 7، to not healthy، to stay healthy، دي سهلة عشان تبقى إيه؟ بصحة جيدة. 8، the Japanese bride، العروسة اليابانية، insisted on، أصرت على، wearing a وان، نقط جابانيز اللي هو ده ايه؟ صوب فضفاض ياباني اسمه ايه؟ كيمونو. ده يبقى هنا ايه؟ اصرت انها تلبس الايه؟ الصوب الفضفاض ده التقليدي traditional في حفل زفافها. 9، ونقط to school tomorrow as it's a holiday، يعني احنا ايه؟ لا داعي بقى للذهاب للمدرسة غدا، يعني ده اجازة، تمام؟ فهنختاره هنا ايه؟ needing to go، اما دي للماضي فمش هتنفع. must go ديت هيبقى المعنى خاطئ، لابد ان نذهب. 10، what، وبعدين not at the party tonight، يعني انت هتلبس ايه في الحفلة الليلة، خلاص؟ يبقى دي حاجة ايه؟ تدل على الايه؟ ان ده هيحصل في المستقبل، هتبقى الاجابة are you wearing. 11، they were warned، يعني تم تحذيرهم، نقط the mountain، ان هما ما تسلقوش الايه؟ الجبل، in such bad weather، في هذا الطقس الايه؟ السيء. هنا warn تاخد طول مصدر بس مع النفي، يبقى not to climb، الا يتسلقهم. 12، she has been on the phone for an hour، دي بقى لها ساعة ماسكة الموبايل. she not to have an interesting conversation، يبقى يبدو ان عندها ايه؟ مكالمة كده ايه؟ شيقة بالنسبة لها، يبدو تبقى seems. 13، which of the three supermarkets، أي من التلات إيه سوبر ماركتات دولت، do you think، أنت تعتقد، has not range of products، عنده إيه؟ أكبر مجموعة من المنتجات. الأكبر هنا عندي 3 همت، يبقى ده تفضيل عشان دي مجموعة، تبقى the widest، الأكبر. 14، هشام، وبعدين نقط، at the club tonight، الليلة هيكون بيلعب في النادي، we should go، يجب إن احنا نذهب، and see him، ونشوفه ده لاعب ايه عظيم، يبقى ده شيء هيكون مستمر في المستقبل، تبقى مستقبل مستمر، will be playing، هيكون بيلعب. 15، I found the restaurant، اتصلت على المطعم،
نقط اتيبل عشان احجز ايه من ضدها. هنا مع فون هنجيب تو المصدر تو ريزيرف 16 اتس 2 ييرز، وبعدين نقط جو يعني ديت ايه مضى سنتين على ان اخر مرة شفت ايه شفت جو. ده ايه تركيبة عندنا في الوحدات اتس، وبعدين هنا ايه يعني وقت كده، ونجيب سينس ويجي بعدها ايه لاست، هنا تبقى الاجابة سينس اي لاست سو، مضى بسيط طبعا، مضى سنتين على اخر مرة شفت فيها ايه جو. صفحة 204 ده سؤال القطعة، هنقول فكرتها بسرعة. هي بتتكلم عن ايه؟ عن علم البيئة، وعلم البيئة عموما يعني بيدرس التفاعلات بين الكائنات الحية وبيئتها الفيزيائية الحيوية، والتي تشمل كل من ايه الكائنات الحية والمكونات الغير حية. فبيقول لي هنا مصطلح علم البيئة يأتي من كلمة يونانية تعني دراسة المسكن. علم البيئة هو دراسة ايه كل الايه الكائنات الحية بتفاعلاتها زي ما قلنا بقى مع بيئتها. فبيقول لي اليوم احنا ايضا بنفهم ان علم البيئة يعني الاهتمام او العناية بكوكب الارض لكي ايه النباتات والحيوانات والبشر يمكنهم ان ايه ينمو. برغم من ذلك احنا يمكن ان احنا نتلف ندمر البيئة احيانا، الدمار ده بيكون ايه لا رجعة فيه، يعني ما ينفعش تصلحه. انا برغم الناس عارفة كده وممكن بيدمروا البيئة. علم البيئة بيهتم بيه بقى كيف ان الكائن الحي يتفاعل مع المناخ والاحوال اللي واحوال التربة او ظروف التربة. كمان هو بيدرس كمية المياه الايه النظيفة او النقية الموجودة او المتاحة المتوفرة يعني، وكمية الموارد الطبيعية. باي ليرنينج اباوت يعني ايه، لما نعرف كيف ان الكائنات الايه الحية ديت تؤثر على بعضها البعض، كانت حياة تشمل ايه تشمل البشر يعني، لما نعرف كده يمكننا ان احنا نتخذ قرارات تحمي الكائنات الحية وتحمي كمان الايه الموارد اللي عندنا في الايه كوكب الارض اللي احنا محتاجينها. There are يوجد كثير من الاشياء الاطفال ممكن يقدروا يقوموا بيها للمساعدة في التأكد من ان العالم سوف يبقى ايه يظل ايه صحي يعني. ازاي القرارات ديت you are making today اللي انت بتتخذها اليوم هتؤثر على المستقبل، يعني هتؤثر على البيئة وكده. باراجراف اللي بعده بيتكلم على ايه، على المحافظة على الموارد اللي هي الطبيعية زي المياه والكهرباء، كل ما حافظنا عليها كل ما عاشت معانا اكتر. بس كل ده ايه بيتكلم على ايه، على نفس الموضوع. دي معناها اجهزة كهربائية يعني، كله ايه في نفس الايه الفكرة. الاسئلة بتاعتنا رقم 17، كوكب الأرض ده مثل المنزل لمين؟ للكائنات الحية، كل الكائنات الحية. 18، علم البيئة ده بيدرس كيف إن الكائنات الحية تتفاعل زي ما قلنا بقى تتفاعل مع البيئة. 19، الناس من المحتمل إن هم إيه يتركوا الإيه الأنوار مشتعلة لما يكونوا إيه مش بيستخدموها، لأن طبعا بينسوها. بينسوا ايه يطفوا الأنوار. 20، من احدى الاشياء اللي ايه لا تساعد على الحفاظ على الموارد الطبيعية اللي هو تسرب المياه في الحمامات. رقم 21، كلمة thrive ديت ممكن ايه يحل محلها ايه grow يعني ينمو، بمعنى ينمو. 22، المحافظة ديت انك تستخدم موارد اللي هي الموجودة عندنا في كوكب الأرض بحرص carefully. الصفحة اللي بعدها صفحة 205، الضمير اللي هو they ده عايد على ايه هتبقى سي. 24، أفضل عنوان للقطعة يبقى conservation المحافظة، محافظة على الايه الموارد وكده. السؤال اللي بعده ترجم إلى اللغة العربية، ادي الحل عندنا، تحتاج جميع الكائنات الحية إلى التعاون من أجل تحقيق أهدافها، فالعمل الجماعي جنبا إلى جنب مع التسامح نجاح أي مشروع. السؤال اللي بعده ترجم إلى اللغة الإنجليزية، هنا الترجمة بتقول مهما كان طموحك للمستقبل
فعليك أن تعمل بجد وصبر، تفهم الترجمة الأول قبل ما تحلها. مهما whatever your ambition، مهما كان طموحك للمستقبل for the future، فعليك أن تعمل بجد وصبر. you have to، يبقى يجب عليك. work hard، تعمل بجد and patiently، وبصبر، لكي تستطيع تحقيقه. لكي يبقى to be able to، لكي تكون قادر على achieve it، تحقق هدفك يعني. ولكن تذكر أيضا، but also، ولكن أيضا، remember that، أن التخطيط الجيد يساعدك في ذلك. that good planning، التخطيط الجيد، helps you، يساعدك in that، في ذلك. تيست رقم 8 صفحة 206، عندنا أول 4 جمل في 5 اختيارات، بنختار 2. 1. my parents، والدي always دائما encourage me، بيشجعوني ان انا يعني اؤدي بشكل جيد في المدرسة، اتحسن يعني. the nouns، الاسماء من الفعل encourage، يشجع، يبقى تشجيع encouraging، وايه كمان encouragement، تشجيع. 2. شريف عثمان the paralympic، وبعدين نقط، has، لديه an impressive collection of medals، يعني عنده ميداليات، مجموعة ميداليات رائعة في رفع الأثقال، يبقى هو بطل بارالمبي. تبقى الإجابة champion، وكمان أثليت، رياضي بارالمبي. طيب دي معناها حكم، وديت متدرب، وديت كاتب. 3. that child is، الطفل نقط بيتر، بيتحسن انها تاخد بقى، يبقى becoming better، او كمان getting better. after he had the operation، بعد ما عمل العملية في القلب. 4. the young actor's performance، يعني تمثيل أو أداء الممثل الشاب، was truly brilliant، كان رائع فعلا. the synonyms، المرادفات للصفة brilliant، رائع، the excellent، رائع، ممتاز، perfect، متقن. دي معناه تافه أو عبثا أو فارغ، وديت شائع، وديت عادي. من أول رقم 5 بقى للآخر هنجاوب إجابة واحدة بس، نختار إجابة واحدة. 5. not advertising is those advertisements، هي الإعلانات، which appear، التي تظهر، to people out of their interest، يعني تخص بقى اهتماماتهم، and activity، ونشاطهم على النت، اللي هي الإعلانات. كل ده تعريف الإعلانات المستهدفة targeted، يعني ما يظهر لحد إعلان بيكون بقى بخصوص الصفحات اللي بيدخل عليها، بتبحث عن كمبيوترات يجي لك بقى اعلانات للكمبيوترات. 6. ماهر spent a lot of time listening to records، يعني قضى او خصص وقت بقى خد وقته يستمع لتسجيلات، and just hanging، وفقط نقط، with some friends، وكمان بقى بيقضي وقته مع اصحابه، ده تعبير عندنا في الوحدات hanging out، يقضي. 7. British Airways، الخطوط الجوية البريطانية، have a very good safety، لها في بخصوص الأمان نقط، accidents are rare، الحوادث بتكون نادرة في رحلات الطيران بتاعهم، يبقى لها سجل أمان جيد، سجل record. دي جايزة، ودي مراجعة، ودي كاس. 8. the advertisement campaign، الحملة الإعلانية، has succeeded، إن نجحت في نقط، سيلز، المبيعات للمنتج الجديد، نجحت في تعزيز أو زيادة المبيعات، بوستنج. دي يحرم طبعا، دي يحبط. 9. the bigger the flat is، كلما كانت الشقة كبيرة، the نقط time she takes to clean it، يعني كلما خدت هي وقت طويل في إنها تنضفها. اللي يهمنا هنا القاعدة بتاعتنا اللي هي كانت كلما فاكرين التركيبة ديت، هنا ذا بعدها صفة مقارنة، الجملة التانية برضه هيجي ذا وصفة مقارنة، هتبقى الإجابة longer. 10. I not for my results، يعني بقى هكون مستني منتظر النتائج بتاعتي، all the next month، طوال الشهر القادم، عندي هنا all طوال، ومعاها كمان next، بتدل على المستقبل المستمر، will be waiting، شيء سوف يكون مستمر في المستقبل، هكون مستني منتظر. 11. why did you leave the exam room، لماذا انت تركت حجرة الامتحان، لماذا تركت اللجنة،
you not have checked your answers. كان يجب عليك إنك تراجع إيه إجاباتك بأكثر حرصا، يعني بأكثر دقة. يبقى كان يجب هتبقى should و have، والتصريف التالت should هنا. لكن هو إيه ده مشى بقى العكس اللي حصل، هو ما راجعش كويس. 12 I am وبعدين not to give a conference in Cairo tomorrow. يعني معنى الكلام كده اللي إيه، من المفترض إن أنا عندي إيه مؤتمر بكرة في القاهرة. But I think ولكن أنا معتقد I am going down with flu إن أنا أصبت بالإيه بالإنفلونزا. يعني معنى الكلام كده من المفترض supposed مفروض عندي مؤتمر بكرة. 13 I would have been in bad trouble يعني كنت هبقى بإيه في متاعب سيئة مشكلة كبيرة if she not me لو هي ما كانتش ساعدتني. أدي قاعدة if الجملة الأولى would و have والتصريف التالت، تبقى الحالة التالتة يجي هنا ماضي تام تبقى الإجابة hadn't helped. 14 the mobile phone must be لابد إن الموبايل يكون إيه من إحدى one of the not inventions من إحدى الاختراعات إيه of all time من إحدى الاختراعات الأكثر أهمية. المهم يعني عندي هنا the يبقى دي تفضيل، يبقى هنختاروا إيه most useful الأكثر أهمية. 15 I didn't hear you هنا إيه الفعل hear ده وراه هنا مفعول يجي هنا فعل في المصدر هتبقى الإجابة come. You must have been very quiet أنا ما سمعتش إن أنت إيه جيت، لابد إن أنت كنت إيه بقى هادئ جدا عملت الصوت يعني. 16 It took us quite a long time سارك مننا إيه تماما إيه وقت طويل to get there للوصول هناك. It was not a journey إنها كانت إيه كانت رحلة استغرقت 3 ساعات. نبص كده على الاختيارات هنستبعد الفائس اللي هي 3 hours عشان نجيب بعدها اسم هنا، يبقى هنستبعد A و C خلاص. journey ديت مفرد بتاخد تاخد A يبقى دي الإجابة a 3 hour journey رحلة لمدة إيه 3 ساعات. صفحة 207 دي القطعة هنقول فكرتها هي أساسا بتتكلم عن إيه عن كهف أثري في فرنسا اسمه إيه لاسكو. الكهف ده كان الإيه الرسامين من زمان قوي في فرنسا بيدخلهم إيه يرسموا بقى عليه ويعملوا زخرفة ونقوشات وكده. بس الباراجراف الأولاني هنقول بقى معاني الكلمات دي اكتشف وديت اكتشافات ودي معناها بيز هي تو يعني يلاحظ. اتكلم بقى عن الايه الكهف ده. الكهف ده على الحوائط بتاعته كان فيه مئات اللي هي المشاهد مرسومة بواسطة الايه الفنانين دولت الرسامين توضح ايه كيف كان الناس بيعيشوا من الاف السنين. المشاهد دي توضح الناس وهي ايه بتصطاد حيوانات مثل ايه التور دي معناها التور والقطط البرية. في كمان صور تانية تصف الطيور والحصينة بقى لها أكتر إيه أكتر صور أكتر من إيه من 300 صورة. الباراجراف اللي بعده الرسامين أو الفنانين اللي إيه اللي كانوا من زمان قوي إيه دولت كانوا بيدخلوا في أماكن في الكهف ده مش حتى الأماكن اللي هي سهل الوصول لها، لا كانوا بيدخلوا اللي أبعد من كده وكمان بيشيلوا معاهم الإيه المواد بتاعتهم للأماكن ديت داخل الكهف ويضطروا يتسلقوا طبعا إيه حوائط ويزحفهم في الأماكن اللي ضيقة في كهف اسمه كهف لاسكو ده. آخر باراجراف بيقول لي هنا لسوء الحظ الرسومات ديت تعرضت طبعا للإيه عمالة العوامل التدميرية زي الإيه يعني اللي تلفتها زي المية ودرجة حرارة مرتفعة. طيب لأن الكهف ده اللي هو لاسكو ده ليه مداخل كتير فحركة الهواء كمان إيه اتلفت اللي هو الرسومات ديت. طيب في الاخر خالص بيقول لي تو بريفنت لمنع ايه مزيد من التلف او الدمار بالنسبه للرسومات ديت الموقع تم اغلاقه لمده ايه سنه 1963 يعني بعد 23 سنه من اكتشافه بعد 23 سنه من اكتشافه. الاسئله عندنا 17 بيقول لي قطعه بتقول ايه اللي حصل ايه اللي حصل يعني لكهوف لاسكو ديت سنه 1963 طبعا منعوا الزوار ان هم ايه يدخلوها دي معناها منع. 18 بيقول هنا ما افضل عنوان
يلخص الفكرة الرئيسية للقطعة. يبقى الإجابة Hidden Prehistoric Paintings، يعني إيه؟ رسومات ما قبل التاريخ، اللي هي كانت إيه مختفية دي الرسومات دي. 19 هتبقى الإجابة B، في عدد كبير من الإيه من الكهوف، ودي قلناها الكلمة دي تساوي إيه؟ Notice، يلاحظ. رقم 21 هتبقى الإجابة horses، الحصنة، كانت أكتر إيه رسومات ليها. 22 هتبقى الإجابة دي، يعني المساحات كبيرة اللي كانوا بيرسموا عليها ديت كان صعب الوصول لها، اضطروا يسحفهم ويتسلقهم. 23 they اللي في القطعة ديت عايدة على بي الفنانين. طيب كل الحاجات اللي جاية دي في رقم 24 سببت ايه؟ دمار للرسومات دي ما عدا except light، الضوء. السؤال اللي بعده ترجمة للغة العربية، حل هنا تحت. تريح الموسيقى أعصابنا وتجدد طاقتنا، إنها تلهمنا الشجاعة، تملأنا بالأمل، وتشفي العقول المريضة والنفوس المضطربة. الترجمة اللي بعدها ترجم إلى اللغة الإنجليزية، هذه الإجابة موجودة عندنا، نقراها كويس وبعدين نوقف الشاشة ونحاول نترجمها تاني ونستخرج الكلمات الصعبة اللي احنا مش عارفينها ونحفظها.